طيب خلينا ناخذ اللوحة اللي بعدها ونمشي يمكن شوي أسرع أخ مكرم. طيب حتى بنمشي نحاول بنتبع مع حملة الملك الفرعون شيشق. نعم. كمان كتابة محفورة على معبد الكرنك، بتفرجي بالأول المحفور على المعبد، بعدين بتفرجي الكتابة نفسها أو أسماء المدن، كيف حكيت لأن كل المدن في لها أطر معينة اللي بتفرجي أنه هاي مدينة، ولكن بيذكر أكثر من 125 مكان غزا هذا الفرعون، وبفرجي في النحت طبعا الأسرى كيف العبيد تبعونه. ونحن بنعرف في الكتاب المقدس انه في السنه الخامسه لرحبه عام كان شيشق بنفس الاسم احتل مدن يهودا، وصل لاورشليم، اخذ كنوز الهيكل، كنوز بيت الملك، ولكن ما احتلهاش. وعشان هيك يعني كمان ان كان ملاحظ في النقش نفسه مش مكتوب بذكر لاورشليم، مع انه في اماكن ممحيه اساميها، ولكن يعني مكتوب اسامي ثانيه اللي هو احتلها حرفيا، عمليا هو ما احتلهاش يعني كيف احنا بنفهم من ملوك الاول 14 واخبار الثاني 12. لكن هو اخذ اواني الهيكل واستبدلوها باواني نحاس، وهي مذكوره طبعا في الكتاب المقدس وباكد على صحه. ودائما يعني الملوك بيكتبوا عن المواقع اللي بينتصروا فيها، لانه اكتشفوا كمان يعني لوحات أخرى بتتكلم عن تحتمس الثالث اللي كمان احتل مجد واحتل مناطق أخرى في الأراضي الكتاب المقدس. تفضل. نعم. أخ مكرم استمر. طيب احنا يعني بس نقول انه كمان في قطعة تانية كأنه نسخة تانية موجودة برضو في مجد من هذا النصب اللي بيذكر احتلالات شيشق. فعلا بنوصل لشيء هالقد جميل اللي هو بنسميه الاختام، الاختام على الجرار. في اختام ثانيه رح نحكي عنها، ولكن اختام الجرار ابتداء من القرن العاشر قبل الميلاد، وهي صوره لانه في اداره مش بس يعني مدينه او دوله صغيره، وانما دوله كبيره فيها نظام اداري واضح. طيب كيف كان هذا النظام يمشي؟ إن كان منتطلع على الأختام على الجرار، أول وحدة قدامنا في عليها زي بصمة يد، بصمة الأصبع. من بعدها في عندي كمان مشهد فيه أكثر من رقبة للجرار، ولكن فيها أشكال مختلفة. إن كان المشاهد بلاحظ في أشكال مختلفة، منها أشكال هندسية، من أشكال رسومات تاني. ولكن بنوصل لثالث صورة، وهون احنا عم نتطور، واحنا هون صار في مش بس شكل وانما عليه كتابة. وهي الكتابة العبرية القديمة انا ذكرتها بس شوي، ولكن يعني احنا بنقدر نقرأها من فوق من اليمين لميليخ، الأربع أحرف تنتين على اليمين تنتين على الشمال، ومن تحت مكتوب حبران يعني حبرون، لمالخ زي العربي لملك، وحبران يعني حبرون يعني الخليل، حبرون الكتاب المقدس. ليش هذا مهم؟ هذا مهم بشكل بسيط أنه عمليا هون بفرجيني، وهذا اللي شفناه في خربة قيافة بشكل كبير، لقينا مئات من هاي الجرار. هذا معناه انه في اللي صرنا نسميه يعني صار له اسم مشهور اسمه جرار الملك او لملك، للملك بالعبراني لمالخ، فبقول لملك كذا لمزك كذا، بيسمي اسم الدوله او المملكه تبعت هذا الملك، فبيروح يعمل هيك. اول شيء احنا عم نحكي عن القرن العاشر والتاسع قبل الميلاد، هذا معناه انه كان في طريقة إدارية لجمع الضرائب للملك. طبعا بما أنه الأكثرية هن يعني مزارعين، الضرائب الملك من المحاصيل الزراعية، ضرائب العينية اللي بنسميها اليوم، بيبعتوا الملك بيبعت الجرار تبعته الفاضي للفلاحين، بيجي وقت الحصاد
بيعبوا له قديش بيطلع له النسبه المئويه للملك، بيرجعوا له اياها. وهون بنقدر اول شيء نفهم انه كان في ترتيب اداري، اذا في دوله، اذا في مملكه عكس اللي ناس بيحكوه. ومن ناحيه ثانيه هاي الطريقه بتحل مشاكل الجمع والنقل والخزن، لانه بتروح من الملك بترجع على الملك، يعني عمليا خلص المحل هذا بس مسافه الطريق وبترجع. ففيها الملك بيشرف بينتبه بيشوف شو نظام الضرائب، بيتابعه بيفحصه، ما حداش بيقدر يسرق من الملك، بتنعد الجرار والى اخره.